معكم طارق البحيري، عاشق لنادي الوداد الرياضي. المردود العام ديال الفريق الوداد البيضاوي خلال هذه الدورات فانا مقتنع به وعاجب العمل ديال المدرب. يعني هذه البدايه الفريق تغير بالنسبه ديال 98%. صعيب باش انك تجيب فريق كبير بحال الوداد انه تغير الجلد ديالو بواحد النسبه كبيره وتغير الطاقم وتغير المكتب وتعطيك النتائج، تلقى النتائج انك في الديبار. الحمد لله دابا راه كنشوفوا انه الوداد في الطريق الصحيح، لولا بعض العراقيل كاينه من طرف التحكيم وغياب الجمهور، ولكن كنشوف الوداد في الطريق الصحيح. كيف باقي كينافس على البطوله في البدايه ديالها، حنا دابا راه في المقدمه، يعني الصداره بعيده عنا غير من نقطه واحده. حاليا العمل اللي كيدير المدرب مكوينه، مقتنعين به وعاجبنا، كيحتاج غير شويه الدعم من الجمهور والصبر لا غير. غياب الجمهور بالنسبه لي انا وصمه عار في حق الكره المغربيه. ما يمكنش انك انت كرويا وصلت لواحد المستوى عالمي في قطر في الاولمبياد، الوداد البيضاوي شفنا انه غزا القاره الافريقيه مؤخرا جوج عصبات، يعني مشاركات عالميه. كنشوفوا دابا غياب الجماهير في الملاعب، غياب بزاف ديال الشروط ما كنلقاوهاش باش نشوفوا كره جميله، لا ملاعب لا جمهور. يعني كيفاش غادي نسوقوا المنتوج الكروي ديالنا في غياب الجمهور؟ راه حلاوه الكره والبلح ديالها هو الجمهور. بالنسبه لي تراجع مستوى الكره المغربيه راجع المسؤولين بصفه اولى، يعني المسؤولين على المستوى الكروي هم اللي كيخليو انه مستوى ديال الكره المغربيه في تراجع. مازال الى ما كانش حد ثوره في المؤسسات غادي نشوفوا تدهور الكره المغربيه وغنشوفوها ترجع للوراء. ما يمكنش انك كتشوف انه الدول جينا جاو غير مورانا وفين وصلوا في الحضور الجماهيري في التنظيم في خلق منافسه زوينه، انه كتشوف انه كاس سوبر عندهم كتلعب فايز ما بين البطوله وكاس ديالهم كيلعبوا كاس سوبر، كتكون واحد التسويق بحال مثلا مصر بحال تونس بحال الجزائر. حنا ما عندناش المساله هذيك، كاس سوبر تحيد سنوات هذه، كنشوفوا غياب الجماهير، كنشوفوا فازات تحكيمي، كنشوفوا مسؤولين كيدخلوا في الرياضه، كنشوفوا اختلاط الرياضه بالسياسه. ما يمكنش انا الكره تزيد قدام وفي ظل هذه الاجواء كامل اللي كتكون متعفنه. حنا الكره الا كانت تزيد قدام وغادي المستوى ديالي يطلع خص يكون ناجح ديال المنتخب ديال المنتخبات يوازي نجاح ديال الفرق. كنشوفوا العمل كامل ديال الجامعه منصب حول المنتخب، يعني كيجيبوا لعاب بالثمن، فلوس كتخسر على باش اللاعبين المجنسين، يعني شي حوايج كتخسر. يعني لو تخسر نص في على الكره الوطنيه على البطوله الوطنيه غنشوفوا مستوى طالع، ولكن كنشوفوا انه المجهود كامل كيتصب الى المنتخبات ومهمشي البطوله الوطنيه ومهمشي الفرق، مخلين الصراعات بالفرق، طالقين العصبه انه كتسير البطوله بحد بالعاطفه. كاين الفساد في التحكيم، كاين بزاف ديال الحوايج، يعني هادشي اللي كيخلي انا البطوله الوطنيه ما تزيدش قدام قديمه. ومازال تقدر تراجع الكره الوطنيه في ظل هذه الظروف هذه لما كانش اصلاح شامل للمنظومه الكرويه.